أهلا وسهلا، شرفتوا شرفتوا حلت علينا. أهلا وسهلا يا جماعة، أهلين وسهلين، شرفتونا. أهلا وسهلا، مساء الخير يا ميت. أهلا وسهلا، أهلين. اللي قاعدة معك على الانفراد غريبة. ألف مبروك يا ميت. أهلا وسهلا، أهلين. ألف مبروك، مساء الخير. أهلا وسهلا، مبروك يا أهلي. أهلين أهلين مدام، كتير فرحنا بخبر العرس. بحبك قد الكون. بعد كم ساعة رح تصيري مرتي. حاسة إني عم بحلم عمران. وأنا كمان. حلو كتير. انت اللي محليتي. ها الضيوف عم يستنوكن تحت، اذا خلصتوا انزلوا يلا. رئيس البلدية وصل امي؟ لا ما وصل لسه، بس انت نزيل عيب مو حلوة بحق الضيوف. ونحن منحكي كنة وحماية وبعدين مننزل مع بعض، هيك هي عاداتنا يا عمري. خمس دقايق وبرجع باخد عروستي. طالعة حلوة كتير، الحمل لا بقلك يا عمري. عمران بالنسبة إلي كل عمري وحياتي، مكانته بقلبي مختلفة. بعرف نعمت خانم، عمران غالي على قلبي مثلك وأكتر. إذا كان هو مرتاح أنا كمان بكون مرتاحة، ولما أنا بكون مرتاحة أنتي كمان بتكوني مبسوطة. عشنا كتير. شوفي بالبداية كيف كانت نيتنا وشو صار. رح تصيري كنة هذا البيت هلأ، ورح تصيري جزء من هاي العيلة. أي شي من اللي ضل من الماضي رح تمحي من راسك وما عاد تفكري فيه بالمرة، لأنه أنا هيك رح أعمل. رح نعمل هالشي لحتى ما تنتزع حياتنا ومرائنا. قريباً إذا الله راد رح تحملي ابنك. الله يكملها معكن على خير وتعيشوا مبسوطين. لا تحملي هم أي شي، أنا كمان ما عاد بدي زعل يفوت على حياتكم. ولهيك شو ما كان اللي صار بوعدك انسى. انتي بنت عاقلي، برافو. أمك ربتك منيح. أيوة، وهلأ يلا مدي إيدك لشوف. مديها. الله يديم عليكم المحبة والسعادة وتضلوا سوا لآخر العمر إن شاء الله. كل ما بتشوفي هالإسوارة تذكري منيح نصيحتي لإلك، مفهوم بنتي؟ كل ما أطلع فيها رح أتذكرك نعمة خانم. كيف صار هيك ولاد؟ قل لي كيف؟ آغا صدقني ما بعرف شي بنوب، شو أحلف لك إني ما بعرف شو اللي صار؟
بدي تليفون بسرعة. مين هذا اللي حط ايده على بضاعتي ولك؟ مين؟ افتح افتح الباب افتح الباب ولك افتح. كرم ابني عم يدور على حدا؟ لا امي عم شوف مين اجا ومين لا مو اكثر. يا حبيبي وعمري عم ترقص رقصتك الأخيرة عمران يا رقان. موتك رح يكون على إيدي. يلا خلونا نرقص مع العرسان. يلا رقصوا.
ألف مبروك. أيوه أيوه يلا إن شاء الله ألف مبروك. أنا بس ما يلا يلا يا جماعة قوموا يلا 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 حددكم يلا تعالوا. أيوه أيوه إذا صار له شي ما رح أقدر أعيش عمران. بموت والله بموت. اهدي أختي. كرم كرم ما رح يتركنا. ما بيتركنا وبيمشي. يا الله. دخيلك يا الله تتلطف فينا وتحميلنا يا. لساته شاب بترجاك يا الله لا تاخذه منا. شو صار معكم؟ حكينا مع كل الموجودين وحتى مع الحرس كمان. مع الأسف عمران بيك ما حدا شاف شي. في حدا منكم تهدد قبل هالمرة؟ مو حضرتك تقوصت من فترة؟ محمود عملها. محمود قوص ابني وابني كرمال يحمي رفيف تقوص بدالة. أختي محمود بالسجن بيكون دفع مصاري مشان حدا يقوصه. ماشي عمران بيك، نحن رح نحقق وإذا استجد معنا أي شي من خبرك. شو كيف صار؟ عم نطلع الرصاصة من جسمه بس العملية خطرة ورح نعمل كل اللي بيطلع بإيدنا بس للأسف نزف كتير دم. ابني ابني كرم 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 ابني كرم كرم كرم. اهدي مريم، شو اللي صار؟ قوصوا كرم. تقوص يا ديما. ليش؟ من تحت راسي كل شي من وراكي رفيف. انتي لساتك واقفي هون يا وقحة. ابني من تحت راسك جوا بين الموت والحياة. انقلعي من هون انقلعي. هادي يا هادي يا روح يا روح يهدي. أنا ما عملت شيء. أنا ما عملت شيء عمران. تعي معي. ابني. Thank you.
رح تمرق، وهي المشكلة رح تمرق. كرم رح يتحسن. رح يتحسن عمران، لازم يتحسن. رح يرجع يخانقني من جديد ورح يلاحقني. أنا رح أستنى لحتى يكبر. هذا الولد ابني، مرة وقت كان لساته صغير قال لي خالي علمني الصيد، قلت له ما بيصير، انت مستحيل تقدر تقتل عصفور يا كرم. بس وقتها ما رد علي واخذ باروده وراح مع رفيقه، وبعدين رجع عم يبكي. ركض وحضني وقال لي خالو انا قوصت عصفور، قال لي كيف بدي اسعفه؟ يا الله ما قدر يقتله. لك ضل اسبوعين وهو عم يعالجه، اسبوعين كاملين ضل عم يغير له على الجرح لحتى طاب وطيره. كرم شاب منيح كتير، رح يتحسن ورح يرجع لنا. كيف وضعه؟ فتح عيونه؟ للأسف ما قدرنا ننقذه، العوض بسلامته. لا مستحيل. رجعوا لي ابني، رجعوا لي ابني، عم قلكم رجعوا لي ابني، ابني ما مات، رجعوا لي اياه.
مريم خلاص يا مريم. ما راح يكون مريم. العوض بسلامتك. الباقية بحياتك. العمر لك. العمر لك. الباقية بحياتك. تسلم. حياتك الباقية. الله يرحمه. شكرا. أنا كيف بدي أعيش من دونك؟ كيف بدي أتحمل بعدك؟ ويرحم أمواتك. كيف بدي أعيش من دونه يا عمران؟ لك يا ريت قتلوني معهم. حرقوا لي قلبي عليه يا عمران. حطني معه بالقبر لحتى ارتاح. العوض بسلامتكم. الله يرحمك. تسلمي. العوض بسلامتكم. الله يسلمك. قلبي محروق عمران. قلبي محروق. رفيف، أنا ابني من تحت راسك مات. أختي لا تقولي هيك، بترجاكي اهدي بقى. إن شاء الله بيحترق قلبك على ابنك. الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. ديما خدي أمي وروحوا على البيت. يلا يلا روحوا. يلا يلا يلا. ابني لساته شب يا عمران. كيف طاوعن قلبون؟ كيف طاوعن قلبون؟ لا ايان عمران، لا الي اللي قتلو. رح لاقيهن اختي، رح لاقيهن. بوعدك وعد شرف يا اختي.
إنه اللي قتل كرم رح جيبه بإيدي، وأنا اللي رح حاسبه على عملته. ولو كان آخر يوم بعمري، عاد علي لاقي أختي. ماشي؟ تعي تعي. بابا خد أختي وروحوا. يلا يلا يا بنتي. جلال اتركوني شوي لحالي، شوفكم بعدين. رفيف بنتي، بترجاكي يا عمري لا تضايقي حالك. أنا خايفة يصير عليك شي يا روحي، بعدين فكري بابنك شوي. أختي عن جد لا تضايقي حالك، أنتي مالك ذنب أبدا. أمه محروق قلبها ومفكرين محمود اللي قتله، بس لهلأ مو مبين. بترجاكي لا تبكي، أمي معها حق، بلا ما يصير شي لابنك. حالة مريم يا حرام ما عم تروح من بالي، مقهور عليها. المسكينة قلبها محروق، كيف بدها تتحمل بعده؟ يا الله دخيلك يا ربي دخيلك. اختي انتي منيحة؟ رفيف بنتي انتي منيحة؟ لا تخافوا انا منيحة، بس هو كل ما يرفسني بيوجعني. شو عملت يا ابني؟ شو عملت؟ يا الله ارحمني. يا الله كيف بدي اتحمل؟ انا بوعدك يا كرم، بوعدك اني لاقي اللي قوصك ورح حاسبه. صدقني رح حاسبه، بحلف لك وبحلف لأختي كمان أني لاقي اللي قتلك يا كرم. ولو رح يضل يوم واحد بس من عمري، أنا اللي رح حاسبهم على عملتهم، وما رح أتركهم، ما رح أتركهم. لو سمحت وقف عندك. رفيف ليش وقفنا؟ بدي أنزل أشتري فيتامينات أمي، انتوا كملوا وبلحقكم بعدين. بنتي ننزل معك احسن. ما في داعي، انا ما رح اتاخر. يلا امشي. اهدي. مريم ابني، ايدي مشان الله. يا مريم فوت وعيا، امسكها منيح مريم، ساعدينا، امسكيها معنا. عمران وينك؟ انا رايحه على البيت. منيح انت؟ رح كون منيح إن شاء الله. عمران أنا ما عم صدق اللي صار. وأنا كمان مشغول بالي عليك، وين ما كنت قلي بجي لعندك. رح روح على البيت رفيف، أختي ما لمنيحة. معك حق، لازم توقف جنبها، هلأ بتكون منهارة كتير. مزبوط يا روحي، الكل وضعهم صعب. ما حدا فيكن بيستاهل هالوجع عمران، ولا حدا. إيه
يلا بشوفك. بشوفك حبيبي. يا عمري انتي، الله كتب لنا ينحرق قلبنا على حفيدي بهالعمر. قوص وكرم من ورا عمايلك، انتي بتعرفي ما هيك؟ العي كل شي من وراكي انتي بسبب خططك الوسخه. مريم خسرت ابنها الوحيد. قلت لك انلعي لبرا ديما. شوفي ليش عم تعيطوا؟ ولا شي. وصل الدكتور مشان يعاين مريم. ماشي. لو سمحتي مدام انت امسكيها منيح. لو الدكتور فورا امسكيها. دخلي الدكتور بسرعة. يا حرام. ابنك عال العال، بس انت ما لازم تعصبي بنوب، لانه احتمال يصير ولادي مبكره. معقول دكتور؟ ايه، لانه وضعك خطر كثير. بترجاك ساعدني، ساعدني ما يصير شيء لابني. الله يخليك يا دكتور ساعدني. انت لازم تضلي عنا، ممكن تلدي باي لحظه، ونحن لازم نمنع هالشيء يا خانو. ما بقدر. في خطوره على الولد، ولهيك نحن من المفروض نراقبك. مستحيل، ما بقدر. ما فيني، لازم كون جنب أبوه. عمران ماله منيح، أكيد رح أخذ الدواء، بس ما فيني ضل هون أبدا. بس يا خانم في خطورة كبيرة. لو سمحت طالعني، وأنا بوعدك دكتور رح دير بالي على البيبي كتير منيح، ورح أخذ الدواء بانتظام. الله يرحمه. البقية بحياتكم بخالتي خيرية. يرحم والدك. شكرا. العمر. شكرا. شكرا. البقية بحياتك. شكرا. شكرا. شكرا لك. العمر إلك. شكرا. يعقوب شوف كيف حالتنا. ما عم يروح من بالي شكله، وهو بدمه غرقان. هذا كله من عمران، بس منشان يصير عنده أولاد نحن فقدنا هالولد. إيه، وهو ما نو متأثر. وأخيرا نعرف إرجع على البيت. العمر إلك. الله يسلمك. شكرا. الله يرحمه. العمر إلك. شكرا. راح يتعاقب على عمايله، راح يتعاقب أكيد. يلا تعي. هلكتي حالك بالبكاء يا عمري. مريم لا تخوفيني عليك، هاتي من ايدك يا بنتي. انت بعدي ايدك الوسخة عندي. مريم كله من عمايلك الوسخة، ابني مات. لا تقولي هيك، الله يوفقك يا عمري. انا ابني من وراكي خسرته. لو انت ما جبتي رفيف لعنا، وقتها ما كان كرم رح يعرفها ويحبها. بنتي انا شو بيعرفني هيك رح يصير؟ انتي ورفيف السبب بموته. انتي اخذتي لي ابني مني. بس انتي ولا على بالك، رح يجيكي حفيد من عمران، وهذا المهم، واثنين كمان. مبسوطه هو كرم كان حفيدي المدلل الغالي على قلبي. انا قلبي محروق، والله راح اموت. خلص لا تكذبي علي، لو عن جد بتحبي كرم ما كنت بتعملي فيه كل هالعمايل.
إن شاء الله أول ما يجوا أحفادك على هالدنيا وأنت عم تحمليهم يموتوا دغري بأرضهم، وإن شاء الله ما تشوفي يوم حلو بحياتك أبداً، وما حدا منكم يتهنى وينبسط. يا ربي موتني أنا كمان، دخيلك حطني معه بالقبر. لو بعرف هيك راح يصير ما كنت عملت هالشي، يا ريتك أخدتني بداله يا الله. بس بوعدك يا روحي رح حل كل شي يا بنتي، كل شي. شو رح تساوي؟ بتقدري تطالعي لي ابني من القبر؟ رح تقدري تخلي عمراني بعيد عن الحقيرة؟ والله بس تولد بدي اقتلن ابنن واحرق لن قلبن مثل ما حرقوا قلبي. انت ما فيكي تعملي شي ولا اي شي. امي اطلعي بقى، بترجاكي اطلعي واتركيني لحالي.